قصة الملك الحسن الثاني مع أحد الوزراء المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. في سيرة مجنون الملك يتعرض السارد الفقيه محمد بن بيم لحكاية أحد الوزراء الوازنين على عهد الحسن الثاني. كان وزيرا كبيرا يعتبر أن له من النفوذ والقوة ما ييسر له اقتحام القصر الملكي دون أن تمس شعرة من رأسه، لذلك لم يكن يستقصي من الخدم والأعوان ولا القائد موحى مزاج الحسن الثاني. مرة كان الملك الراحل بمزاج غير رائق، يبدو من عينيه أن النوم جافاهما طويلا، وجهه شاحب. في مثل هذه اللحظات التي اختبرها جيدا خدام الملك، فإن الكل يجمد في مكانه ويتمنى أي واحد ألا يقترب منه الملك، ولا أن يمر بطريقه أو يجد في طلبه، ولا حتى أن تلتقي عيناه بعيني الملك، خوفا من أن يثير غضبه لأتفه الأسباب. دخل الوزير المطمئن لوزنه ولقربه من الملك، لقد كان يعتقد أن الكفاءة والسير الممتلئة بالشهادات وتجاربه في التسيير وخبرته في التدبير تشكل البنزين الذي يسير سيارة الملك، وأن المصلحة العامة أهم من مزاج الملك، حيث إن سوء مزاج سيدي يمكن أن يوقف كل شيء. كنا نتناول الفطور، يقول بن بين، حيث دخل الوزير القاعة الكبرى بملامح حازمة ونظرات صارمة، كما لو أنه جاء ليعلم الملك بوقوع زلزال بشمال المملكة، أو بمد بحري يهاجم المغرب، أو بحرب ستشتعل مع الجار الشرقي. عم الصمت القاعة وجمد الكل في مكانه. اقترب الوزير من سيدي ووشوش له في أذنيه، ووضع أمامه ملفا أزرق فوق مائدة الهاتف وهو مطمئن لما يقوم به. بدا الصمت الذي عم المكان ثقيلا وقاسيا، وكأن على رؤوس الكل الطير. كنا كما لو أصبنا بالبكم نتتبع هذا الصمت المريب. لا شك أن الوزير الكبير حمل قضية كبرى إلى الملك يتوقف عليها مصير البلد، وأن الأمر لا يحتمل التأخير لاتخاذ القرار اللازم الذي يقتضيه الموقف المستعجل. اعتقدنا أن سيدي سيقفز من الكرسي ليأمر باستدعاء وزراء الحكومة على عجل، لكن لا شيء من ذلك حدث. لقد استسلم الملك للصمت ورفع عينيه إلى السقف. أعرف هذه النظرة لسيدي، كأن العالم ما يتوقف عن الدوران. أعرف بخبرتي هذا الصمت الذي يسبق العاصفة. ثم نظر إلينا وقال بصوت هادئ: خرج علي هذا الحيوان، لا أريد رؤيته هنا أبدا. كانت هناك بعض الإشارات والرموز بين الملك وحراسه المقربين، فمن طبيعة نبرة صوت الحسن الثاني وصرامة نظراته كان الضباط يعرفون السلوك اللازم تجاه الشخص غير المرغوب فيه من طرف الملك. يذكر الفقيه محمد بن بين شكلين للتعامل: الأول أن يجر الشخص الذي سخط عليه الملك كيفما كان وزنه من قب جلبابه أو من ياقته، ويجرجره عبر الأرض ويرموه خارج أبواب القصر إذا كان الغضب الملكي عاصفا وشاملا، أو يجره من كتفه بغير عنف وبطريقة حضارية حتى يخرجوه من القاعة الكبرى. أما هذا الوزير فتردد خدم الملك الراحل فيما يفعلونه، هرعوا نحوه واصطحبوه خارج القاعة، فقصد بنفسه الإسطبل الملكي، فتح البوابة وولج أحد الأقفاس التي كانت خالية من فروسها، جلس على الأرض واتخذ له وضعية حصان، وأخذ يأكل التبن الموضوع أمامه وهو يصرخ بشكل هستيري: سيدي حكم بأني حيوان، ليكن مكاني بين الحيوانات، سأعيش وآكل وأنام مع الحيوانات، لن أغادر هذا المكان، أنا الحيوان إلا بأمر سيدي. وقف الخدام والحراس مبهوتين، تبادلوا النظرات الخرساء فيما بينهم، وهم لا يعرفون كيف يتصرفون إزاء موقف الوزير غير المسبوق. أصيب الوزير بالسعار ودخل حالة هستيرية، وأخذ يردد: الحيوانات تعيش مع الحيوانات، تحس كالحيوانات، هذا طبيعي. سيدي قال بأني حيوان، سيدي لا يخطئ أبدا في الحكم على طبيعة الكائنات.
استمر الأمر هكذا كما يروي الماحي بن بين على لسان أبيه في كتابه مجنون الملك. وقد اقترح أحد نقايمية القصر استدعاء البيطري ليداوي الفرس، وبالفعل حضر الدكتور وكشف على الوزير وهو داخل الإسطبل الملكي كما لو في مصحة خاصة، والحاشية تستغرب وتتهامز حول ما يحدث. وأعطى البيطري السيد الوزير كأس ماء وجرعة من أقراص علاج الخيول، شربها في الحال وقام مثل حصان وغادر القصر الملكي وهو الرجل الطبيعي في العالم، يقول الفقيه بن بين. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.